التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، التقى وفدا حكوميا أمريكيا برئاسة السيد ماثيو ليفن مدير مكتب شؤون التجارة والعمل بوزارة العمل الأمريكية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون العالمي. استعرض وزير العمل في هذا السياق المبادرات والسياسات التي تنتهجها مملكة البحرين لاستدامة نمو واستقرار سوق العمل وتعزيز الحقوق العمالية وإبقاء معدلات البطالة في حدودها الطبيعية في إطار خطة التعافي الاقتصادي. كما أطلع حميدان الوفد الأمريكي على جهود البحرين في تطوير الأنظمة والتشريعات العمالية الوطنية المتماشية مع معايير العمل الدولية، مشيرا إلى محافظة البحرين على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي. ومن جانبه أشاد الوفد الأمريكي بحزمة المبادرات والسياسات التي تنفذها مملكة البحرين، معتبرا أن البحرين شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية.